السلام عليكم، اهلا بيكم في قناة همسات وخوات الفكرية. النهاردة هقدم لكم فيديو جديد هنتكلم فيه عن الذهب. وطبعا ان احنا البنات او الستات بنتبسط جدا لما اي حد يجي سيرة الذهب، غوايش بقى، انسيالات، خواتم، اي حاجة. النهاردة هقدم لكم معلومات كده بسيطة ممكن تستفادوا منها جدا وانتوا رايحين تشتروا. اول حاجة انا هتكلم عن الشراء. وانت رايحة تشتري لازم يكتب لك السائر الوزن بتاع القطعة اللي انت هتاخديها. يعني مثلا لو هتاخدي انسيال وخاتم يكتب لك في يا اما كل واحد لوحدي، كل واحد في فاتورة لوحدي وزنه وسعره، يا اما يكتب لك الاثنين في فاتورة واحدة وكل واحد قدامه وزنه وسعره لوحدي، يفنطوا كده عشان لو بعد الشهر تيجي تبيعي تعرفي الخاتم وزنه ايه بالظبط والانسيال وزنه ايه بالظبط، عشان خاطر ما يحصلش لخبطه بعد كده او سائق تاني ممكن تعرف واحد ما عندوش ضمير يقوم يقول لك ده وزنه اقل او زياده او ينقص معاكي في الفلوس جامد. يعني تاني حاجه بقى، طبعا لما تيجي تشتري غير لما تيجي تبيعي، لما تيجي تشتري هتبقى تاخدي بسعر الذهب النهارده عادي، لكن لما تيجي تبيعي هياخد منك مثلا، هيخصم منك من سعر الذهب اللي هو بتاع النهارده مثلا 5 أو 10 جنيه، ماكسيمم 5 أو 10 جنيه. لو خصم اكتر من كده بيبقى ضمير بقى كل واحد، فانت طبعا هتدوري على احسن واحد يديكي سعر وايه وتبيع عنده، وفي نفس الوقت تتأكدي ان هو يكون خاصم من 5 ل 10 جنيه مش اكتر من كده، لان كده بيبقى ضميره في انه. كمان عايزة اقول لكم على حاجة مهمة، ان الضريبة والدمغة على سعر الذهب الجديد 5.5 لعيار 18 و4 جنيه لعيار 21. في بقى سائل يقول لك لا مثلا 7 8 جنيه ومش عارفه ايه ويضرب في العالي، ده تعرفي على طول ان هو ضميره في انه. تمام، نخش بقى المعلومه اللي بعديها. انت مثلا كلنا دلوقتي كلنا بقينا نروح نشتري الذهب اللي في السوق، اشيك واشيك واشيك بكتير يعني. فطبعا تروحي مثلا عند واحد ضميره في انه برضه، نروح نقول له مثلا عايزين خاتم ويكون بفلوسه، بفلوسه تكون بترجع مش بفلوسه، نختار واحد ويكون فيه فلوس كتير وفي الاخر فلوسه كلها ما تكونش بترجع وتضيع علينا الفلوس بتاعتنا اللي احنا رميناها وتروح في الارض، فلوسه تكون بترجع. يقول لنا اه طبعا طبعا هديكوا خاتم جولد مثلا. ما جولد ده اصلا اسم الذهب بالانجليش، طبعا لازم تاخدي بالك مهم من الحته دي كويس جدا. لازم وانت بتشتري الخاتم مثلا يقول لك ان ده مثلا ستار جولد، اي اسم تاني بس بجوار كلمه جولد مش جولد بس، لازور دي كده، اي ماركه تانية مثلا، فلازم يكون محدد لك اسم الماركه ويكتبها لك في الفاتوره ويقول لك انها بترجع بفلوسها، الا اذا انت مثلا حبيتي موديل معين وعارفه ان هو مش بيرجع بفلوسه واخترتيه بناء على مسؤوليتك، فده حاجة تانية. تمام، في جزء تاني للفيديو دوت واستنوني.